السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم علي. طبعا يا جماعة إن شاء الله تكونوا على خير. في الحلقة الماضية وصلنا على الباب رقم 4، راح نكمل هوني. طبعا لقينا سلاح المرة الماضية العظمة هذه، سوف نجربكم إياه. هون في محادثات بس أنا راح أترجمكم إياه بالمونتاج. نكمل. سوني حط سلاح، هذا حبيته. 60 ضربة يا كلب موت. لا يا الله، كنت يكسر على راسي. موت موت. شوف المرحلة كلها زومبي. لا 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 لا. كمل. راح ترجمكم اذا بتحكي. واو شو؟ تحرك تحرك، رح توقع. لا مات. الله ابن لك ولا بخير. خير الله. كمل طريقة حظك. بقول لك تحركي بتتحركي، شو بسوي لها؟ يعني في مكان سري ما اكتشفناه. المرحلة اللي بعدها. بسم الله. هاك عظمة. ليش في سهم فوق؟ في بدلة يا حيوان. شوف بدلة 14. يلا جربها. هوائية مو ممتاز. يلا بقى شو هذا؟ كسر. خلصنا يا زلمة. قد جوارة مايك العزمة جديد. هذا جديد. وليه وليه يا رب يا زلمة روب. لا 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 بالله عليك أبي موت. هذا شو هيك موت. الله عظيم. لا لا لا. خد خد خد. كل ما يجي براسه ليش مو هيد شوت؟ لا. عن حظي كل هذا ربطه. خرب بيتك قلب ربع. موت. شي فوق اكيد. في شي فوق اكيد. في شي فوق. مقول في شي فوق. راح ترجم هاي الجملة. المرحلة الفيديو 3 مراحل. هاي 3 اماكن سرية من 3 ممتاز جدا. في بونص بالمرحلة. اوكي اصاحب لي هواي. هذا ولا هذا؟ خلاص هذا. يا رب يطلع احلى. فين يفوت لهوني؟ يا الله عظمة. أكيد أنا بدي أختار بالنص. بركي في شي ممتاز. سلاح جديد.
16. انا جاي عادي، مو احسن هيك. شو هالمدى الطويل ما شاء الله. ثاني فادي يارب شيء غيري. ممتاز، فاضي، نحن رحت عليه. اوكي الحمد لله ربحنا سلاح جديد 5500 ليرة، كثير ممتاز وحتى مو ممتاز. اوكي جائزي، يلا اعطيني جائزي. ممتاز 4000. فكر اشتري سلاح ولا بدلي، اكتبوا لي شو اشتري. اوكي المرحلة السادسة، شو فيني امشي؟ اي راح ترجم لكم بالمونتاج. يعطيني مهارة خارقة او هيك شيء. يلا طير. ايوه شو صار له؟ ثلاث وحدات لقدام ومصيرة. ممتاز سيف، والله حلو القوة، صرت سريع اسرع من الضربة. اوكي حلو حبيته. وهي العناكب اللي كانت بتحكي عنها، بتحكي لنا عنها هذيك البنت. والله منيح اخذنا المطرقة. ثواني بدي بس اخذ هذيك المصرية الصغيرة. في شي فوق، في شي فوق. اعطينا هالبدلة جنبي. في شي فوق، في شي فوق. خلينا نبيع شغلي. بيع شو هذا؟ لك لا يا الله، أخذتها منيح. شو هذا؟ بدلة جديدة ممتازة جدا، وهي كمان دراع كثير كبير. كمل طريقنا. هي براسك يا زلمة، رح ترجم لكم اياها بالمونتاج. وهموت اول جوهر. شرب سرقوا خرقة. لك لا لا لك لا، ضربتك ثلاث ارباع قلبي. يا هي هيك في شي هون سلاح سر. نبيع هاي نبيع هاي كمان المالون دحاي. سلاح جديد. ايه ايوه حلو الحركة. ايوه يلا لا 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 لا، نزلنا في صندوق ونطلع عليه. واو لا 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 بلا روب. موت موت يا بني آدم، بني آدم شوي زمي يا هذيك في مكان سري فوق. أنا شو صار؟ أكيد في مكان سري فوق يعني. طيب ما في مكان. واو يعني واو صراحة مبدع يعني. يا مو زي ما هذا بدي يخلص لك هذا. روح 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 ما دخلك انت. منيح
هاي هيد شوت كمان، والله انك تستاهل. يبقى كان سريع كده، ما في شيء. لا 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 لا، والله احلى حركه مني. بوه وي، ثلاث اماكن من ثلاث اماكن. في بونص بالمرحله، مو في بونص؟ لا والله في بونص. انا هادي عايزي، حبيت القدره الخارقه سيفين. اوكي ان شاء الله تطلع 10,000 او شيء، 4,000 يلا منيحه. هيك بيكون خلص الفيديو اليوم، ان شاء الله بكون عجبكم. قبل ما اطلع لا تنسوا تحطوا اللايك والسبسكرايب واشتركوا بالفيديو.